لا تغتر بالجمال، لا تغتر بالشعر، أشقر عم يحطوا له صباغ عم يصبغوه أشقر، لا تغتر بالشباب، فتش دائما على المنبت الحسن. فالحديث النبي قال تخيروا لنطفكم، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. العوام شو حاطكوا على هالحديث؟ العوام قالوا طب الإدرة على تمها، بتطلع البنت هذا فإن العرق دساس. هذا الحديث فشو معناتها؟ معناتها قبل ما تخطب البنت شوف أمها صلاحها تقواها نظافتها شلون هي مع زوجها، فإذا كانت بأخلاق طيبة ومعاملة حسنة فالبنت بتتعلم من أمها بتطلع مثل أمها. أما كل يوم خناق وصارت مطلقة مرتين والتالتة على الباب عم تستنى أنه تطلق المرة التالتة، بنتها بتطلع كأنه مرباية معها. إذا كان الأم نظيفة شو بتطلع البنت؟ نظيفة. ولما بتكون الأم شرنة وسخة شو بتطلع البنت؟ كمان شرنة. فلذلك تخيروا، يعني ما دغري على البركة على مذهب واحد. خطب وحدة عورة، قالوا لك انت لساتك شاب وما شاء الله حولك لك ومصاري معك، لك بتاخذ وحدة عورة؟ قال انا ما لح اتجوز عينها. لك يا عمي دور، تخيروا تخيروا لنطفكم، فتش على المرأة الصالحة حتى ما تضع البذرة بأرض ملحة، ما تحط البذرة بأرض سبخة. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. إذا العرق دساس ما تطلع، ما يطلع فيها علة من علل أمها. لذلك اللي بده يخطب يا ابن النبي عم يعلمه قبل ما تخطب، خطب مين؟ خطب الأم، شوف نظافتها. بعد أمك أول كل تشوف البيت، نظافة البيت، نظافة الأواعي، نظافة الكنبايات. إذا الأم نظيفة معناتها البنت بتطلع نظيفة، وإذا الأم أخلاقها فاضلة البنت بتطلع أخلاقها فاضلة. لكن الأم ما بتعرف إلا كل يوم يلا رايحة جاية من بيت شعاع لبيت رقاع، ما هيك بسموها؟ طالعة فايتة من بيت أبوها فايتة لبيت الجيران رايحة جاية، معناتها بنتها بدها تطلع هيك. انتبه، ما حي الله واحدة شفتها غمض عيونك وعلى البركة، ما شغلت بطيخة بدك تدقها تشوفها مختمرة ما مختمرة، حمرة بيضة أرعى، إيه ما على البركة. بقول أخي حطها، يلا حط على البركة. إيه ما بيصير على البركة. زواج هذا ابني حياة، بدك تعيش حياة، ما يومين ثلاثة، 50 سنة و60 سنة ويمكن انت وياها الى اخر الحياة. فلازم تكون اذا صالحة تقية، امها تقية، امها مؤمنة، امها خاشعة، امها متعلمة. يا سلام، يلي بياخد الام الصالحة شو بيطلع ابنها؟ بيطلع صالح.